النهارده بيحتفل النجم كريم عبد العزيز بعيد ميلاده، وهو احد نجوم مصر المبدعين وكمان العالم العربي مش مصر بس، واللي ساب بسمه قويه في صناعه السينما والدراما بادائه المميز ومجموعه كبيره جدا من الافلام وايضا المسلسلات اللي قدمها كريم عبد العزيز. يحتفل النجم كريم عبد العزيز اليوم 17 من أغسطس بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد عام 1975. صباح الفل يا ست الكل، معاك رضا المسيري من شركة المصرية للمبيعات، نحن نختلف عن الآخرين. وعلى مدار مشواره الفني استطاع كريم أن يضع نفسه كواحد من أبرز نجوم السينما المصرية، بعدما قدم العديد من الأفلام السينمائية الهامة والبارزة التي حققت نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر. لا، اللي يستخسر في بنته حاجة يبقى راجل ناقص واطي ومعفن. إيه؟ إحنا جايين نهدي النفوس. أيوه. الله أكبر، سعادة الباشا قال الحقيقة. يا راجل يا معفن. كلم الحاج. يا نيتن. كلم الحاج. يا تحفة. ما هو كلم الحاج يا تقول ده مرمطك. ولد كريم عبد العزيز في حي العجوزة في محافظة الجيزة، ونشأ وسط بيئة فنية لعبت الدور البارز في سهولة دخوله وعمله في هذا المجال فيما بعد دون أن يكون غريباً عنه، حيث إن والده المخرج محمد عبد العزيز وعمه المخرج عمر عبد العزيز، كما أن شقيقات والدته هن الممثلة سميرة محسن والكاتبة نوال مصطفى. بقول لك إيه؟ استعباط مش عايز، أنا هنا صاحب الليلة، أنا اللي أقول لك تتفرجي على إيه وتاكلي إيه وتشربي إيه وتتخمدي إمتى؟ أنت مش طالعة رحلة، أنت جاي تسكني هنا، فاهمة يا بنت؟ من صاحب الليلة أنا صاحب الليلة، فاهمة ولا فجر؟ بدأ كريم عبد العزيز مشواره الفني حينما كان طفلاً بعدما اختاره والده المخرج محمد عبد العزيز للمشاركة في فيلم البعض يذهب للمأذون مرتين عام 1978، واستعان به محمد عبد العزيز بعد ذلك في أفلام انتبهوا أيها السادة وآت المقتل شحد، ليحقق بداية شهرته بعد مشاركته في فيلم المشبوه للمخرج سمير سيف، وذلك بعد أن جسد دور ابن الزعيم عادل إمام والفنانة سعاد حسني، ثم اختتم طفولته من خلال فيلم منزل العائلة المسمومة. انتوا لسه صاحيين يا أولاد؟ بكرة أجازة يا بابا. أجازة؟ عايز أقول لك حاجة مهمة. حاجة مهمة؟ أنت بتوحشنا أوي. وأنتوا كمان طبعًا بتوحشوني، بس أنا بشتغل ليل ونهار علشانكوا طبعًا. بص، جبت لك فلوس الدروس الخصوصيه، وبكره من اول النهار هبقى معاكم انتوا الاثنين. هتشتري لبس كوره؟ لبس كوره واللي انت عايزه. التحق كريم عبد العزيز بعد ذلك بمعهد السينما قسم اخراج، وعمل مساعد مخرج لفتره وجيزه حتى اختارته الفنانه القديره سميره احمد للتمثيل في مسلسل امراه من زمن الحب، وكانت البدايه الحقيقيه له في شبابه. صباح الخير يا اولاد. ايه ده؟ وحضرتك ما نمتيش؟ الحقيقه انا كنت نايمه. احنا في اجازه. معلش يا طنط، اصل احنا متفقين مع بعض، وبعدين لو صوت التلفزيون مضايقك احنا ممكن نوطيه. ثم شارك في فيلم اضحك الصوره تطلع حلوه مع احمد زكي، وفيلم ايضا عبود على الحدود مع علاء ولي الدين، ثم لعب دور البطوله امام النجمتين منى زكي وحلا شيحه من خلال فيلم ليه خلتني احبك. الحقني يا هشام، جالي الضغط اروح الاقي منى. الحقني يا هشام، جالي كريست الكلى اروح الاقي داليا. الحقني يا هشام، جالي السكر اروح الاقي جوزك. انت تعرفي سامية دي من ايه؟ فاكر ماهر اخو هشام اللي كان عند مدحت وقابلته وقت في امريكا؟ بقول لك ايه؟ تحب تشوف اميره امتى؟ شفتش كده؟ قدم كريم عبد العزيز أفلاماً حققت أعلى إيرادات، بل ومنها من كسر الأرقام القياسية على مستوى شباك التذاكر، وبدأت أولى خطواته في عالم النجومية بعد أن قام بدور البطولة في عدد من الأفلام، منها حرامية في KG2 وحرامية في تايلاند والباشا تلميذ وأبو علي والفيل الأزرق الذي حقق نجاحاً كبيراً. والله ما أعرف، جايز تبقى صاحبة مراتي من زمان، بعدين ما هي اتكلمت على الشبه والخال والمدام اسمها لبنى. مظبوط، هسألها لما اروح. كما شارك كريم عبد العزيز في العديد من المسلسلات، منها امرأة من زمن الحب والاختيار 2 والاختيار 3 والهروب والحشاشين. تخيل مؤمن واحد من قلعة ألموت
بخنجر وإيمان. كفيل إنه يهد دولة راسخة بقالها سنين عندها جيش ومال. السلام عليكم.